الوقاية خير من ألف علاج، إن الذكرى تنفع المؤمنين. أكيد في كتير ناس طلعوا قبلي ونصحوكم تبقوا بالبيت، وأنا من واجبي كمان ومحبتي لهالبلد الحبيب الغالي وشعبه إني إلكم خليكم بالبيت، خليكم بالبيت كرمال محبينكم، كرمال ولادكم، كرمالكم أنتو، كرمال الصحة. وإن شاء الله هي غيمة إن شاء الله، هي هو مرض وباء فظيع ما لازم نستهين فيه أبداً. إن شاء الله غيمة بتزول ونرجع نشوف الأحبة ونشوف الأهل ونشوفكم إن شاء الله. الله يديم ويعز المغرب وشعبه ومليكه بإذن الله.